تسمعوا في الفيديو. سعيد جدا بالمباراه النهائيه، سعيد ان احنا بنلعب مباراه نهائيه على ارضنا، وعلى طول هتجه لاهم عنصر محتاجينه وهو الجمهور. رساله الجمهور النادي الاهلي انا سعيد جدا ان شاء الله هيبقى باخد دوركم بكره، محتاجينكم جدا. سعيد جدا ان الجمهور ان شاء الله يعني الملعب هيبقى متقفل بكره، متاكد من ده، والتذاكر كلها اتباعت. محتاجين الجمهور جدا بكره، محتاجين الجمهور يساندنا، محتاجين الجمهور من اول دقيقه لاخر دقيقه يحسسنا ويحسس المنافس بالقوه ان احنا بنلعب على ارضنا، محتاجينه يحس بده طول الوقت، طول الماتش. يساعد اللعيبه، يساعد اللعيبه على المستوى الفردي، لعيب كل لاعب لوحده، لكن كمان كفريق يساعد الفريق لغايه اخر ثانيه مهما يحصل. يفضل الدعم موجود من الجمهور بكره والمؤازره باقوى شكل ممكن من اول ثانيه، من اول صفاره البدايه لصفاره النهايه. جمهور الاهلي ما يهملش ثانيه لغايه ان شاء الله ما نحقق هدفنا. كل لاعب، مفيش لاعب هيدخل بنقطه عرق بكره، بس احنا محتاجين دعم الجمهور طول الوقت، طول الماتش. محتاجكم جدا بكره.